أنا رح صلي يا أخ نزار وبرفع قلبي معك ومع أخوتنا الأحبة من أجل لبنان، والرب يباركك ويبارك الخدمة. يباركك، شكرا. يا أبانا السماوي، في هذه اللحظات الصعبة، في هذه اللحظات الأليمة، نتقدم أمامك خاشعين وساجدين وطالبين، نتقدم في شخص الرب يسوع المسيح بثقة البابين أمام عرش النعمة. مين في غيرك عنده الرحمة والعون والسلام؟ مين غيرك عنده الغفران والراحة والطمأنينة؟ يا رب، فعلا لبنان في هالأزمة كشعب يحتاج إلك. ما في سلام مع الله، ولا سلام الله، ولا راحة على الإطلاق من غير شخصك. قلوب محطمة، قلوب حزينة، قلوب كثيرة، قلوب فيها دمار وموت، خسائر، جنى العمر. مين ببلسم الجراح؟ مين بعز القلوب اللي فقدت أحبها إلا شخصك العظيم؟ مكتوب لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. أنت اللي جيت علمنا، بتحس وبتشعر معنا، بتوسينا، بتشجعنا، بتشددنا. بكيت عن قبر لعازر، حننت على امرأة فقدت وحيدة، أطعمت الجياع، شفيت المرضى في هذا الظرف الصعب. منقلك تتدخل وتشفي النفوس الكثيرة الجرحى. مكتوب عنك سامري صالح، انت اللي بتبلسم الجراح، انت البلسان، انت الدواء، انت اله كل تعزي. مكتوب عنك تعزي من فقد احبائه واهله. يا رب، انا بصلي انك تسود بالتمام على بلادنا، فعلا رأس المخافة، رأس الحكمة مخافتك. يا رب، انا فعلا بقول بدونك لا يمكن ان يكون سلام. الى من نذهب؟ قالوها تلاميذ مرة، وعندك في كل ظروف الحياة ارتواء وشبع وسلام وراحة. يا رب، حول الصخرة إلى جداول مياه، الصوان يا رب إلى ينابيع ماء، اروي شعبنا من مياه راحتك، حول القلوب الصخرية إلى قلوب لحمية تختبر نعمة الغفران، وتختبر أيضا باسمك غفران الخطايا. يا رب، نصرخ مع عبدك نقول خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعهم منهم إلى الأبد. يا رب، نحن نثق أنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك. نحن نثق أنك قادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. قلوبنا حدود يا رب، أفكارنا محدودة، لكن نحن نعلم أنك صاحب السلطان المطلق. نستودعك أيها السيد الرب، شعب لبنان، لبنان بين يديك. فأنت مكتوب عنك خالق أمين في عمل الخير. نستودعك كل النفوس، نستودعك يا رب مثل ما صلى خي نزار وطلب كل القيادات يا رب، أن تعطي حكمة وأن تعطي تأنيب أيضا يا سيد الرب على ما حصل، فيعودوا إليك يا رب ويطلبوا توبة وغفران لخطاياهم. يا رب، أريد أن أصلي أيضا وأن تعيد مجدك إلى بلادنا. فعلا يا رب، إن كان طلعتك شبهت بلبنان، أصلي يا رب أيضا أن المؤمنين يكونون كالصديق، أي كما هو مكتوب كالصديق قد نخلت يسوع، كالأرز في لبنان ينمو، أن ننمو في محبتك وننمو في قداسة وفي التقوى أيضا. مرة جديدة نستودعك بين اليدين التي ثقبتين يا رب، التي ثقبت من أجلنا على الصليب. نستودعك بلادنا وأرضنا وشعبنا. نحن نثق يا رب
أنك تحبهم أكثر منا وأنك ستمسح كل دمعة من عيوننا يوما ما. ولكن حتى مجيئك نحن تحت النعمة وفي النعمة مقيمون، ونستودعك يا سيد الرب لكي تعطي نعمة لبلادنا وشعبنا، ولك المجد والإكرام والسجود والعبادة في شخص ربنا يسوع المسيح من الآن وإلى الأبد. آمين آمين آمين. شكرا أخ وليد، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. وبنفس الوقت بحب أدعو كل اللي بيشاهدونا نخصص صوم وصلاة من أجل تدخل إلهي في الوضع في لبنان الحالي. إحنا منصلي من أجل رحمة، من أجل سلام، ومن أجل محبة تغمر لبنان وشعب لبنان.